إلى ولاية بيجايا وين راح يشارك معنا الطاهر بوعوي. نعطونا تحية كبيرة اليوم بفضلكم الطاهر في قصيدة الوشام لشاعر راحل محمد بن سعيد.
كل مجمع الزين الغورة والحجب والعين والبيض الناس حمسكين تابع حبورة في خديها المشاركة تاعك، راك راضي انت يعني بينك وبين نفسك بصراحة؟ يعني
مشاركة أول تواني مشاركة بحد ذاته هو بريلينا باسكو كنا مع شيخنا وكنا مع كبار الأغنية الشعبية وهذه هي واحد ياخذ مش عارف هذا هو إن شاء الله وشاركوا في الأداء أنا عرفنا الجواب الجمهور في الانتظار نعرفوا الجواب لجنة التحكيم يوم الفتح حاضرين إن شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك نهدوا لك مجموعة من الكتب القيمة مهداة من طرف محافظة المهرجان وناخذوا صورة للذكرى ولصفحة المهرجان على الفيسبوك صفحة تنقل أكيد السهرة الثانية على المباشر لكل مشاهدينا في كل مكان داخل الوطن وخارجه